السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يونس وأشواق فلوك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. عاشوراني والله يلاه يلاه فايق، راني مبوقة غالب تصليت وقلت صافي هذه هي الفرصة باش أنني نصور لكم التقديم. لحقاش ديما كنصور الفيديو ملي كنجي نصور التقديم كنعكز النهار نلبس، فقلت هي هذه الفرصة. المهم خليكم معنا اليوم في فيديو ديال اليوم. إن شاء الله غادي ندير تهيت كسكسو. معرفت شنو جاني على كسكسو العشاء، غادي ندير كسكسو ونبارطاجي معكم طريقتي في الكسكسو. وغادي نخرجوا اليوم ان شاء الله نفطروا على برا وغادي نشاركوا معكم النهار. خليكم تكتشفوا معنا النهار، تشوفونا شنو غادي نديروا. وبغينا نصوروا واحد الحاجه. شنو هي يا سلي بغينا نصوروا اليوم؟ شنو بغينا نصوروا اليوم؟ التقديم ديال بغينا نصوروا مقدمه للرمضان. مقدمه الفيديو الكريم ان شاء الله. صراحه واخا تعطلنا ولكن ماشي مشكل، باقي الحال بغينا نصوروا شي حاجه. ودايلا راه كنصوروا لي فيديو وكنتعطلوا بالمونتاج. دابا راه صورنا اول نهار، صورنا اول نهار في رمضان النهار الاول، وحنا كنا سابقين المغرب عاد بنهار. واخا هكاك باقي ما مونطيناه، ما حطيناه، يمكن غنحطوه اليوم، اليوم اللي الجمعه اللي عاد غنصوروا هذا الفلوغ. وسير فوقاش نمونطي لكم هذا الفلوغ ونحطوه. المهم باش ما نطولش معاكم، ما نطولش عليكم، خليكم معنا حتى الاخر ما تزابيوش. المهم البنات دابا غادي نصب الكسكسو ديالي. كنحتاج جوج ديال البصلات الصغار مشلضين، كنحتاج جوج مطيشات محكوكين، وكنحتاجو الحمص مفزك، الدجاج ولا اللحم على حسب الرغبه. انا كيعجبني الدجاج. التوابل غنحتاجو الكركم، الزنجبيل، الفلفل الاسود والملح فقط، ملعقه. بالنسبه للخضر كتبقى على حسب. المهم الخضر اللي معروفه كتكون في الكسكسو الملفوف، القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، وخيزو، واللفت. انا اللفت ما كتعجبنيش، كتعجبني بطاطا، فهاد الشيء درت بطاطا وباقه ديال قزبور وبعدنوس. وعلى بركه الله غادي نبداو نديرو هنايا البصيله ديالنا باش نشحرو في الاول البصيله مع الدجاج. كنديرو زيت بلديه وزيت روميه، مقدار ديال نصف كاس هكاك مخلط. المهم انا كندير عيني ميزاني، كيف ما كتعرفوا الكسكسو كتكون فيه المرقه كثيره، فلهذا كيخص تكون الزيت باش كيجي لذيذ وتكون العطريه حتى هي كثيره، يعني ماشي بحال نصيب العادي. دابا غادي نشحروا ونضيف معكم المقادير. المهم ها هو دا كيتشحر الدجاج ديالنا. وبالنسبه للحمص انا كنديرو يدور عليه الكوكوط لحقاش ما يطيحش مع الخضر وداكشي. دابا غادي نزيد التوابل مع الملح كلشي، وغنزيد الطماطم وغنضيفو الماء. بالنسبه للماء غنشوفو القياس ديالنا. انا دابا زدت هاد الكوب مازال غادي نزيد الماء. المهم دابا غادي نضيفو الخضر، ولكن ماشي كلها، غنضيفو في الاول غير الخضر اللي كتحتاج لنا الطياب. فغادي نضيف الملفوف وغادي نضيف الجزر فقط، هادو كياخدو لنا الطياب. بالنسبة للقرعة والبطاطس حتى التصويرة الثانية عاد غادي نزيدوها. المهم دابا غادي ندوزو الكسكسو. بالنسبة للكسكسو كنستعمل هذا ديال داري المتوسط، هو اللي كيعجبني. المهم هذا هو القياس ديال الكسكسو اللي غادي ندير. دابا غادي نرشو في الاول بالماء، نحاول نفزقو. خصو يفزق مزيان باش يتنفخ لينا. غنديروه في الكسكس، غنديروه في الكسكس ما يهبط ليناش. المهم الكسكسو غيعطيوه الماء كيجي زوين، ولكن ما تفوتوش فيه عاود القياس، حيت الا فوتو فيه كيتعجن كيجي له علاقه. المهم دابا غندير الكسكسو ديالي في الكسكاس وغادي نردو باش يتفور لمده 15 يوم، لمده 15 دقيقه.
أعوذ بالله طالعة ما خرجتش اليوم مع يونس، خرجت مع أصحاباتي وبقى غادي نخرج مع واحد صاحبه وواحد متبع ماشيين وخليكم معايا. يعني بتاخدون اي شيء بدكم اياه، كل شيء 60 درهم صح؟ الشربة وكل شيء. هيدي انت بتحبيه؟ ايوه. شو اسمه؟ حمص. غير الحمص عنده اسم ثاني صح؟ نسيت. خليني بدي اجرب من هاي، قول لا اي بدك ايوه. هاي فتوش. فتوش، هاي فتوش. سلطة صح؟ بس شو هاي؟ فيها دبس رمان. أيوة. شفت كمان هاي فاصوليا بس. هذا صحن. شو هاي؟ أوكي. لا حتى لي تبي دجاج؟ أحط لك رز معه. أيوة. أي واحد أحسن، هذا ولا هذا؟ أي واحد هذا ولا هذا؟ أحط لك الاثنين. بس يعني رح احقر هالشي كامل بعدين نرجع للحلويات. صحني والشربة معكرونة ودابا جا وقت الحلويات، الكنافة اللذيذة شكلها خلصت، كنا رح نجي شوي لو تأخرنا بس شوي كان كل شي خلص. شو هاي؟ مشهورة يا يعني سوريا اسمها خد لك أنا سورية وما بعرف شو اسمها. خلص مو مشكلة. قطايف قطايف. أيوة قطايف. وهي شو؟ هاي كاسترد العادي. العادي نفسه بحرف له، هذا فلو احنا كنقولوا له فلو. هاي قطايف بالقشطة. اوكي خلص. وفواكه. شوفوا القطايف ديالهم هي بغرير وكيلوها. شوفوا هاي بحال البريوات ولكن على الشكل ديالهم تاع شو سميتها هذه، مش اللي سميتها شو اسمها؟ كنافة. على شكل كنافة. المهم هذا الفيديو اكثر يشتوني، غير انا اللي كان باغي، انا اللي كان هضاري ما سمحت فيه، جيت قلت لك كي جاك النار بلا بيه، قال لك
ايوا راه ماشي اول مره غادي غندوز رمضان وشوف ماشي اول مره غندوز رمضان بوحدي. المهم شوفوا حنا كنحاولوا نقادو شي حاجات ببساطه بداك المكونات اللي عندنا بداك المكونات زعما بداك الشيء اللي عندنا باش اننا نصوروا شي مقدمه لرمضان تكون زوينه. المهم كنحاولوا نلعبوا على الاضاءه حيت عارفين رمضان كتكون زوينه فيه الاضاءه كيف ما كتشوفوها نتوما. كنحاولوا نخفوا الاضاءه هادو جبتهم كنت دايراهم في انا نقبلكم الكاميرا باش تشوفوا. كنصور غير بالتليفون ما كنصورش بالكاميرا. المهم هادو كانوا عندي في بيت النعاس جبتهم هادي اللي كتكون فيها الشميعه. المهم عاد غنحاول نقاد شي انترو يكون زويون ان شاء الله. المهم المهم ماشي اللي كاين غادي نحطوا السجادات هنايا ونحاولوا نصوروا شي حاجه. هذا ما كنجي ها نتوما كيف ما كتشوفوا يونس اول مره غادي يلبس الدراعيه. يونس اجي اجي شوفك انا اول مره نشوفه هو ماشي اول مره يلبسها من اللي ما كيلبسهاش هنايا. جاتك زوينه والله الا جاك هذا اللون زوين. ها خاصه بغي داك الطويل. لا لا ثاني جاتك مزيانه والله جاتك شحال هذه ما لبسنا الدراعيه ملي جيت الامارات ما لبستي الدراعيه بلاد الدراعيات ما لبستيش فيها الدراعيه. المهم هادشي اللي كاين حنا غادي نحاولوا نصوروا شي فيديو ان شاء الله. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الكسكسو ديالنا هذا هو الاشياء وعرفتو جيت صورت صافي وتهلكت دابا ما قداش نبان حيت حيدت حجاب وداكشي. المهم بالنسبه للكسكسو سمحوا لي ما كملتش معكم الطريقه. جات عندي واحد صاحبتي بغات تكري هنايا حدايا وبقيت مشغوله معاها وانا كنطيب كسكسو فما تسوليتش نصوركم لي زيتاب نكمل لكم. المهم درت التصويره الثانيه كديروا الماء نفس الطريقه. التصويره الاخريه كندير الماء مع الملحه وكلهم ربع ساعه والتصويره الاخريه ما كتاخذش ربع ساعه كامله صافي. من بعد انا كنزيد واحد اللمسه على الكسكسو اللي هي الحليب المجفف واحد المعلقه كتعطي فيه واحد النكهه زوينه والخضره ديالي اللي كتكون اللي ما ضفتهاش في الاول من بعد في التصويره الثانيه كنضيفها وصافي هادشي اللي كاين. وهذا هو الفيديو ديال قال هذا الفيديو هذا كاع ما قلت فيه ما تنساوش ديروا سبسكرايب اول مره يشوف القناه ديالنا ماشي مشكل اللي بغى يديرها اللي ما بغاش مرحبا اللي لا ما تنساوش ديروا سبسكرايب ضروري ضروري. طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلوك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حراسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مراتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن.